عصر والحقيقة البارحة، لكن يعني اليوم أول يوم بعد المئوية، وهو مئوية ثورة 20. 30 حزيران 1920 حدثت انتفاضة، أو البعض يصفها بالتمرد العشائري والبعض يصفها بالثورة الشعبية، كل حسب وجهة النظر التي ينظر منها أو الزاوية التي ينظر منها. حقيقة هذا الحدث كان أحد العوامل التي أدت أو ساعدت أو دفعت باتجاه تأسيس دولة العراق الحديث. ثورة 20 لها تداعياتها، لها أسبابها، لها من شارك فيها، البعض تناولها على من جانب من المشترك بها، البعض جيرها اللي جهات طائفية لطائفة ما غير طائفة، والبعض أيضا بالجانب الآخر اعتبرها فعل عراقي شامل، يعني منحها، قد يكون منحها أكثر مما كان بها، بحيث صوروها على أنها ثورة قومية، ثورة عربية، ثورة عراقية وما إلى ذلك. فالحدث كبير، والحدث ممكن أنه يتم تناوله من جوانب متعددة. ضيفي وضيفكم لهذه الأمسية هو الدكتور حميد الكفائي، وبالإضافة لكونه باحث وكاتب في الشؤون السياسية، فهو أحد أبناء المنطقة أو المدينة التي انطلقت منها شرارة ثورة 20 في الفرات الأوسط. للتعريف السريع بضيفي نقول الدكتور حميد الكفائي كاتب وأكاديمي عراقي من مواليد مدينة الرميثة التي انطلقت منها الشرارة الأولى لثورة 20 في 30 حزيران عام 1920، والتي أشعلها أبناء منطقته وشارك فيها أجداده وأعمامه. حميد الكفائي حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة لندن، وماجستير في الترجمة من جامعة ويستمنستر، والدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة إكستر. عمل صحفيا وخبيرا ومديرا في مؤسسات دولية بينها بي بي سي والأمم المتحدة وABN. عمل محاضرا في العلوم السياسية والاقتصاد السياسي والأدب العربي والإسلام والحداثة في جامعات بريطانية وأوروبية. تبوى عدة مناصب في العراق بعد سقوط الدكتاتورية. يكتب الأبحاث والمقالات في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة باللغتين العربية والإنجليزية منذ 30 عام، ويعمل مشرفاً على الأبحاث العلمية في مؤسسات دولية. آخر مؤلفاته كتاب فشل الديمقراطية في العراق الصادر عام 2019 عن دار روتليج بريطاني، وكتب أيضاً روايتين هي عابر حدود والغائب الحاضر التي صدرتا عن دار ضفاف في بغداد عام 2020، بس أعتقد عابر حدود كانت سابقة 2014، والغائب الحاضر عام 2020 صدرت. أهلا وسهلا بضيف الكريم لهذه الأمسية متحدثا ومحللا، وسننتقل معه في جولة عبر الشخصيات والأحداث لثورة 20، متابعينا على منصة زوم، بالإضافة إلى ذلك ممكن أن تتابعونا على صفحة الفيسبوك، صفحة مؤسسة سلام هاوس على الفيسبوك. تفضل دكتور. أهلا مرحبا، شكرا لك وشكرا لكل المتابعين عبر الفيسبوك أو عبر زوم. ثورة 20 ثورة مهمة جدا في تاريخ العراق وفي تاريخ المنطقة في الحقيقة، والإلمام بها ليس سهلا، وأعتقد أن أحدا يمكن أن يلم بكل تفاصيلها. أنت ذكرت أنه بعد مرور يوم على ثورة 20، لا، ثورة 20 صحيح أنها بدأت يوم 30 حزيران، لكنها بقيت مشتعلة حتى نهاية شهر آب عندما حصل الصلح بين العشائر، وبالتأكيد عشائر الرميثة هي التي بقيت تحارب حتى النهاية، حتى توصلت إلى اتفاق
مع البريطانيين. كل المناطق الأخرى هدأت وربما هزمت أو سكتت، ولكن عشائر رميثة الوحيدة، وهذا الرأي ليس رأيي فقط، أنا لست منحازا هنا، أنا باحث وأقول الحقيقة بغض النظر عن كونها تهمني أو لا تهمني. الحقيقة أولا وأخيرا بالنسبة لي، الدكتور علي الوردي يقول إن كان هناك من له الحق أن يفخر أنه لم يستسلم ولم يهزم، فهو عشائر الفرات الأوسط، عشائر رميثة التي استمرت تحارب حتى النهاية. بالتأكيد ثورة العشرين أسست للوطنية العراقية. قبل ثورة العشرين لم يكن هناك أحد يتكلم عن الوطنية، باعتبار مفهوم الوطنية مفهوم حديث ليس فقط في العراق وإنما أيضا في العالم أجمع، أنه الوطنية، مسألة الوطنية مسألة نشأت خلال 200 سنة الأخيرة. ولكن في العراق قبل ثورة العشرين العراق كان ولاية عثمانية ومكون من 9 مناطق أو ألوية، وهو ليس هناك هوية وطنية للعراق، رغم أن العراق كيان تاريخي قديم موغل في القدم. في الحقيقة هو أول كيان، أول حضارة نشأت في التاريخ هي في العراق وفي سومر تحديدا. وفي هذه المناسبة يجب أن نشيد بالإنجازات التي تحققت في العراق ككيان حضاري، اكتشاف الكتابة، أول قانون، الكثير من العلوم اكتشفت، حتى أنه في الآونة الأخيرة اكتشف أن الكهرباء اكتشفت في العراق قبل 2000 عام، وعثر على بطارية تسمى الآن بطارية بغداد، ومن يريد أن يبحث عنها بإمكانه أن يضع بغداد باتري أو بطارية بغداد في جوجل وسوف يجد التفاصيل. هذه في العراق، والكثير من العلوم الأخرى اكتشفت في العراق. العراق موجود منذ القدم، ولكن نحن نتحدث عن المفاهيم العصرية. المفاهيم العصرية كالوطنية والاستقلال والدولة، هذه كلها بالنسبة للعراقيين بدأت في ثورة العشرين. أيضا هناك أمور أخرى أسستها ثورة العشرين، مثلا الطوائف في العراق كانت متميزة طائفة عن الأخرى. في ثورة العشرين بعد الاحتلال البريطاني توحدت، أصبح هناك وحدة واحدة، العراق أصبح وحدة، الشعب العراقي أصبح وحدة واحدة. الشيعة والسنة والمسيحيين واليهود والصابئة، الكرد والعرب والتركمان أصبح لديهم قضية واحدة، شعور واحد. فهذا الشعور لم يكن موجودا، كاد أجزم أنه لم يتوفر كما توفر في السنين التي سبقت ثورة العشرين وبعد ثورة العشرين. يعني دعني أذكر قضية حدثت في عام 22، وهي ما يسمى بفتوى كربلاء. هناك هجوم حصل، تعرضت له كربلاء في عام 22 من الأخوان الذين جاءوا من الجزيرة العربية، طبعا هذا قبل تأسيس المملكة العربية السعودية، جاءوا واستباحوا كربلاء و هربوا، لم يبقوا سوى يوم واحد. ولكن ما الذي حصل؟ السنة في العراق تنادوا واجتمعوا في تكية الخالدية في بغداد، ومن جميع أنحاء العراق، من الموصل ومن الرمادي ومن بغداد، وأصدروا ما سمي بفتوى كربلاء، وهي في الحقيقة كانت بيانا أكثر منه فتوى، ولكن سميت فتوى لأنها مسألة دينية، وعنوانها هو مساندة الأخوة الجعفرية في مقارعة هؤلاء
الذين سموهم بالمرتدين، وقد اختاروا تكية. لماذا؟ لأنه الأخوان لا يؤمنون بالتكايا ولا يؤمنون بالمراقب، فهم سلفيين فضد الصوفية وضد ضد الصوفية، ولذلك اختاروا تكية الخارجية وأصدروا فتوى كربلاء، وهذه للأسف لا أحد يروج لها، لا أحد يعرفها، أنا عثرت عليها بالصدفة. فأصبحت وحدة الطوائف في العراق تحصيل حاصل وقائمة في بسبب ثورة العشرين، بسبب الأهداف التي أسست لثورة العشرين. يعني قبل ثورة العشرين هناك تلاحم بين فئات الشعب العراقي، وهذا التلاحم كان هدفه هو الاستقلال، لم ينادي أحد بالاستقلال قبل ثورة العشرين. أنا أمر بشكل سريع على الكثير من المفاهيم لأنه الوقت المتاح لنا ليس كثيرا. الكتابات التي تناولت ثورة العشرين كثيرة، عشرات بل ربما مئات الكتب والمقالات والأبحاث، أنا اطلعت على الكثير منها، ولكن في الحقيقة يعني الكثير منها يمجد ويمدح، وبالتأكيد هناك الكثير ما يمكن أن نمتدحه في ثورة العشرين وفي أهداف ثورة العشرين وشخوص وشخصيات وأبطال ثورة العشرين، هذا لا جدال فيه، ولكن لا نبحث في الأسباب والمشاكل والأخطاء التي ارتكبت. ثورة العشرين بالتأكيد هي فشلت بالنهاية، لم تنتصر، لم تحقق المطلوب، المطلوب هو الاستقلال والدولة، لم تحققها. إذن نحن يجب الآن بعد 100 عام أعتقد أن من الواجب أن ننظر في المشاكل والأخطاء التي ارتكبت، ولماذا لم تتمكن الثورة من النجاح، مع العلم أن معظم العراقيين إن لم نقل كلهم شاركوا في الثورة، من الموصل إلى الرمادي إلى بغداد، الفرات الأوسط، في البصرة، في كل مكان العراقيون شاركوا في الثورة، وكان هناك تلاحم مثل ما أسلفت، ولكن مع ذلك الثورة فشلت. هذه المسألة يجب أن تنظر، تؤخذ بنظر الاعتبار، ولماذا تبقى مثل ما يقول العنوان، لماذا تبقى جذوة الثورة مشتعلة في العراق؟ لماذا؟ أما أنا الأوان أن يستقر هذا البلد، أن يصبح كباقي البلدان، له هوية وطنية، له اقتصاد، له مجتمع مدني، له قوانين، له نظام سياسي، فيه أحزاب، فيه علاقات دولية، علاقات إقليمية، لماذا تبقى جذوة الثورة مشتعلة في العراق؟ هناك مشاكل، لدينا مشاكل منذ ثورة العشرين حتى الآن، منذ تأسيس الدولة قبل 100 عام حتى الآن هذه المشاكل لم تحل، و سوف نستعرض هذه المشاكل اليوم باختصار، طبعا لا نستطيع أن نطنب في الكثير من الأمور. أعتقد الكثير من الأشياء التي ذكرها بعض الكتاب مثل الاحتلال والظلم والضغوط السياسية والاقتصادية، انعدام الحرية، الهيمنة على مقدرات البلاد، بريطانيا هيمنت وتحاول أن تعوض عن خسارتها في الحرب، استنزاف جهود الفلاحين، زيادة الضرائب، كل هذه الأمور تجدها في الكتابات التي كتبت عن ثورة العشرين وعن أسبابها، أعمال الصخرة، التعدي على السكان الآمنين إلى آخره من الأمور. أعتقد أن مثل هذه القضايا كانت سائدة أيضا في العهد العثماني، ولكنها لم تستفز السكان. فإذا ما الذي جعل العراقيين يتحدون ويتوجهون نحو ثورة عارمة؟ اضطر الإنجليز بالرغم من أن الثورة لم تنجح ابتداء، لكنهم اضطروا لأن يعطوا العراق استقلاله عام 21 بعد سنة على ثورة العشرين، بعد على انتهاء ثورة العشرين أعطي العراق استقلاله وتوج الملك فيصل ملكا على العراق. من ناحية مصادرة الأموال أو الاستغلال، هالأشياء كانت سائدة عند الأتراك،
بالحقيقة عندما جاء إنجليز كان أداء إنجليز أفضل من الأتراك فيما يخص إنشاء الدولة والبنى التحتية، طرق، سكك حديد، الأموال ازدادت، الأسعار ارتفعت، نعم، لكن في ارتفاع الأسعار هناك فائدة بحيث أنه استفاد المزارعون، استفاد التجار، استفاد الحرفيون، هناك وظائف كثيرة خلقت. فهذا السبب لا يمكن أن نعول عليه باعتباره سببا رئيسيا، أنه استغلال الموارد، لأنه الدولة يعني بريطانيا كان صحيح أنها احتلت وأنها انتدبت لأن تدير العراق، لكن أداءها كان أفضل من أداء الدولة العثمانية في هذا المجال. الحرية والحجر على الأفكار وهذه القضايا، هذه أداء الدولة العثمانية أسوأ بكثير من البريطانيين. البريطانيين لديهم ثقافة الرأي الآخر حتى سابقا كانت موجودة، يعني هذه الأمور. إذن هذه الأسباب لا يمكن التعويل عليها باعتبار أنها ليست رئيسية. إذن ما الذي جعل الثوار يثورون؟ ما الذي حفزهم؟ ما الذي استفزهم؟ طبعا الإنجليز، تبريرات الإنجليز والكتاب الإنجليز خصوصا من الجنرالات، كثير منهم كتبوا، ويلسون كتب، كوكس كتب، مان كتب، هايدن، لايل، كل هؤلاء كتبوا، ولكن المسبل يعني أكثر من كتبه المسبل في رسائلها المتواصلة، ولكن كتابات الإنجليز ركزت على طبيعة العشائر العراقية أنها لا تنسجم مع أي حكومة. العشائر العراقية في نظر الإنجليز، وهناك قدر من الحقيقة في هذا، لأنه الكثير من العشائر، يعني طبيعة العشائر طبعاً متمردة، هي تتمرد ولا تريد الحكومة. العشائر والقبائل بشكل عام تعشق الحرية، الحكومة تقيد الحرية، ولذلك لم تعتد العشائر والقبائل العربية على النظام والالتزام بالنظام وطاعة النظام، هذا لم تعتد عليه. أهم سبب، من أهم الأسباب التي أثارت الكثير من العراقيين والعشائر تحديدا، هو هذه القيود التي فرضها الإنجليز. أرادوا أن يخلقوا نظاما مثل ما هو موجود في الغرب، مثل ما هو موجود في بريطانيا، وهذا صعب جدا من السنة الأولى أن تخلق نظام لبلد لم يعرف النظام، لم يألف النظام. فهذا كان من أهم الأسباب التي أثارت الناس، خصوصا مسألة تطبيق هذا النظام. مثلا الضرب، يضرب الناس، إهانة، فظاظة، رعونة عند الضباط الإنجليز، ومعظم هؤلاء كانوا من الشبان الذين تعوزهم الثقافة، تعوزهم المعرفة بالعراق والعالم العربي. فهذا الشيء الأول الذي صدم به الناس، والكثير من التفاصيل هناك. مثلا تجد الحاكم العسكري البريطاني لديه كلب مثلا، ويجلس الكلب، يعني عندما يستقبل شيوخ العشائر يستقبل الناس كلبه إلى جانبه. تعرف أنت مسألة يعني تعامل المسلمين بشكل عام مع الكلاب يعني صعبة، يعني واحد يدخل والكلب أحيانا يستقبل الضيف. والكثير ونقلت الكثير من القصص أنه هؤلاء الضباط يقولون لضيوفهم: هذا الكلب أنت لماذا تخشى من هذا؟ لماذا يستفزك الكلب؟ الكلب هو أنظف منك مثلا. فهذه الأشياء أسوأ إهانة تقدم للشخص هي أن تقول له أنت كلب مثلا. وهذه قيلت في العديد، في الحقيقة أحد الحكام العسكريين هو قتل بسبب تعديه وبسبب هذه المسألة، قتله أحد شيوخ العشائر. بالتأكيد مثل ما يقول الدكتور علي الوردي، العامل البدوي، وكان عاملا
مهما في الثورة، ولكن هناك أمور أخرى هذه لا يمكن أن نعول عليها ونعتبرها قضية مهمة. مثلا في المعارك السابقة، نعم كانت هناك معارك مع العثمانيين، العشائر دائما تدخل في معارك مع الدولة العثمانية، ولكن لم تكن هناك معركة اجتمع فيها رجال العشائر وأهل المدن جميعا، هذه لم تحصل إلا في ثورة العشرين. لم يكن هناك أي بعد ديني في الحروب التي شنت في العصر العثماني بين العراقيين، بين العشائر العراقية والعثمانية، لم يكن هناك أي بعد ديني، لم تكن هناك مطالبة بالاستقلال في العهد العثماني. هناك مشاكل، الاختلاف على الضرائب، سوء فهم إلى آخره، بعض المشاكل، ولكن هذه القضايا، قضايا الاستقلال، قضايا الدين، قضايا أن يجتمع أهل المدن، هناك مثل ما تعلم هناك حزازيات بين أهل المدن وأهل القرى، هناك قدر من الاحتقار، أهل القرى يحتقرون أهل المدن وأهل المدن كذلك أيضا. هذه القضية، هذه الحساسيات انعدمت وتلاشت في ثورة العشرين، فأصبح أهل المدن يذهبون إلى القرى وأهل القرى يذهبون إلى المدن. الاجتماعات كانت تعقد في المضائف وفي المساجد. العلمانيون والأفندية ما يسمى سابقا كانوا التقوا مع الملائية أو رجال الدين، وأخذت يعني العلاقات تتوطد ما بين الملائية وبين الأفندية وبين الشيوخ. فهذه من خصائص ثورة العشرين، يعني هذه لم تكن موجودة في السابق. فقلنا أن النظام البريطاني كان نظاما صارما، بينما الأتراك كان نظاما سائبا، ولم يهتم الأتراك لشيء إلا للضرائب، فقط جمع الضرائب. أنا ذكر عمي عاش في العصر التركي ولاحقا، وقال نحن لا نرى الأتراك، لا نرى الحكومة إلا مرة في السنة من أجل الضرائب فقط، بينما البريطانيون عندما جاءوا أرادوا أن يؤسسوا لنظام محكم، نظام النظام الذي ألفوه هم، ولكن هذا بالتأكيد لم ينفع مع العراقيين، احتادوا على حياة غير منظمة، فلذلك اصطدموا بالكثير من المشاكل. القضايا الأخرى أن البريطانيين أيضا حاولوا أن يوحدوا العشائر، حاولوا أن يتعاملوا مع شيخ واحد في كل قبيلة أو في كل منطقة، هذا أيضا أثار الشيوخ الآخرين في الدولة العثمانية، لأنهم شرقيون، لأنهم مسلمون، لأنهم حكموا لفترة طويلة، كانوا يراعون هذه المسألة ويعطون الاحترام لكل الشيوخ. البريطانيون للأسف لم يفعلوا ذلك، مما أثار الكثير من الشيوخ. أنت عندما تقرب شيخا، تقرب من وجيها، فالآخرون يستاءون من هذا التقريب. الشيء الآخر أنه الغربيين والإنجليز تحديدا، وفي تلك الفترة على الأقل، لاحقا الإنجليز تطورت ثقافتهم، كانوا لا يهتمون للآخر، لا توجد مثلا سلام. احيانا انت تلتقي بشخص انجليزي حتى الان، لم صديق مثلا، زميل او من 20 سنه او 10 سنين، لا توجد حميميه في اللقاءات. وعندما يذهب المواطن العراقي، شيخ العشيره، الوجيه الى الدوائر في بريطانيا، ينتظرون فتره طويله، يهانون، احيانا يضربون. يعني انا في احدى القصص التي قراتها ان ديلي مثلا، الجنرال ديلي والجنرال ليتشمان، هذان معروفان بفظاظتهما،
أنه ديلي كان مرا ورأى شخصا يتبول في الشارع وفي حديقة بيته يعني قريب، فأمر باعتقاله وضربه ووقعه تعهدا. يعني مثل هذه الأمور أثارت الناس بمرور الزمن، أصبح هناك تذمر في الطرقات، لا يقبلون الناس أن تسير إلا باتجاه محدد، في الجسور هناك من يراقب الجسور إلى آخره. أيضا مسألة شكاوى الفلاحين، الإنجليز كانوا ينظرون في الشكاوى، كانوا يريدون أن يحققوا عدالة في رأيهم، وهذا أثر الإقطاعيين عليهم. الكثير من الإقطاعيين لم يقبلوا في مسألة المساواة، وأن لا تمر الحكومة عبرهم، يريدون من الحكومة أن تمر عبرهم وهم الذين يتصرفون مع الفلاحين. هذه قضايا أخرى، هناك قضايا أخرى، مثلا عندما جاء الإنجليز هناك طبقة الأفندية، هؤلاء سرحوا من وظائفهم، وعندما سرحوا فقدوا مصادر دخلهم، مثل ما حصل في العراق عندما جاء الأمريكان، لأنه صاروا بالإدارة العثمانية تابعين للإدارة العثمانية فصرحوهم. فهذه الطبقة الأفندية، طبقة المتعلمين المثقفين، أخذوا يجوبون المقاهي والمساجد فيحرضون ضد الإنجليز. فهذا الوضع أثار الناس ضدهم. نعم، الإنجليز حاولوا، أصدروا جريدة العرب عندما جاءوا وأوكلوا إدارتها إلى الأب أنستاس الكرملي، وهذه استوعبت بعض المثقفين، بعض المتعلمين، الشعراء، ولكن كثيرون ترددوا في أن يؤيدوا الاحتلال، فكانوا يكتبون بأسماء مستعارة مثلا. فلم يتمكن الإنجليز، يعني في الزمن العثماني كان الناس الكتاب والخطباء يتكلمون بأسمائهم، يكتبون بأسمائهم وقصائدهم. عندما جاء الإنجليز وجدوا من الصعوبة أنه يصرح المرء أنه يؤيد الإنجليز، حتى أنه في كتابات التي خلفها الإنجليز، مثلا كتابات ويلسون ولايل وآخرين، ينقلون قصص أن يأتيهم كثيرون يقولون لهم نحن لا نستطيع أن نحن نؤيد سياستكم، لكننا لا نستطيع أن نؤيدها علنا. فهذه الطبقة، طبقة الأفندية التي أهملت، كانت سببا في تأليب الناس ضد الإنجليز. هناك أسباب أخرى خارجية حتى نختتم بها. ما يزال عندنا تقريبا ربع ساعة. جيد جدا. هناك مثل ما قلت أنه الطبقة الأفندية التي أهملت، هذه الطبقة تفاعلت مع طبقة رجال الدين والملائية والمشتغلين في قضايا الدين، فأصبح هناك تقارب، أصبح تحالف بين هذه الطبقات، والهدف هو ضد الإنجليز. هناك قضايا خارجية يعني والتي لا يمكن إهمالها في هذا المجال. العراق محاط بسوريا وتركيا وإيران، وحتى مصر هي أيضا مؤثرة. لنأتي على سوريا، في سوريا كانت هناك حكومة شكلها الأمير فيصل عندما أصبح ملكا في سوريا. فهذه الحكومة حكومة عربية، الحكومة العربية تسمها، وكثير من طاقمها كان من العراقيين. سنة 19. فالعراقيون أيضا رأوا أن هناك حكومة وملك عربي في سوريا، فهم أرادوا أن يحصل الشيء نفسه في العراق.
وشيء آخر هو أنه أصبحت بعد وجود العراقيين، جاء فيصل من الجزيرة العربية أصبح مالكا على سوريا، العراقيون أصبحوا هم الحكومة في سوريا، السوريون استاءوا فأطلق شعار سوريا للسوريين، فشعر العراقيون أنه العراقيون في سوريا أنهم أن وجودهم مؤقت في سوريا، لذلك اتجهوا إلى العراق فأصبحوا يتصلون بالعراقيين. هناك حزب العهد السوري فافتتح له مقرا وفرعا في العراق، في الموصل ابتداء ثم في بغداد. هناك جرائد السورية، جريدة العقاب التي تحفل بالخطاب الحماسي، أصبحت تتداول في العراق حتى في المساجد. الشيخ والخطيب يأخذ الجريدة ويقرأ للناس ما يحصل فيها، وكلها طبعا فيما يخص الاستعمار والظلم والاحتلال إلى آخره. هذه المفاهيم أصبحت سائدة في العراق، هذا كل الكلام قبل ثورة 20. فتأثير سوريا وتأثير الأحداث في سوريا مهم جدا. تركيا لم تنسى العراق، الأتراك الذين كانوا يعادون الحركات القومية في العالم العربي لأنهم يحكمون باسم الإسلام طبعا، أصبحوا يؤججون ويساندون الحركات الوطنية. فهذه وهناك كثيرون في العراق في أيضا يحبون الأتراك وتأثروا بالثقافة التركية واعتادوا على الحكم التركي، فهناك تأثير تركي أيضا في العراق، التأثير السوري والتأثير التركي. في إيران كانت هناك في مشاكل أيضا بين الإيرانيين وبين الحكومة البريطانية، حكومة وثوق الدولة اللي هي في إيران توصلت إلى اتفاق مع البريطانيين بخصوص قضايا اقتصادية. هذا الاتفاق لم يكن شعبي في إيران، وهناك التواصل المعروف بين العراق وإيران، فبدأت العراقيون أيضا يتأثرون بالحركة هذه لبريطانيا. وفي خضم كل هذه القضايا هناك الألمان الذين هم حلفاء الأتراك أيضا، كان لديهم أموال ودعايات تصل إلى العراق أيضا وأثرت في العراقيين. وبعد أن جاءت ألمانيا جاءت الثورة البلشفية. الثورة البلشفية طبعا هي ابتداء هي مؤسسة على محاربة الاستعمار، فبدأت تؤجج أيضا ضد بريطانيا، وبدأت الدعاية البلشفية تصل إلى العراق. هذه الأسباب الخارجية، ولكن ما الذي أثر كثيرا هو التفاعل العراقي. هذه عوامل كلها أثرت، لكن التفاعل العراقي، غياب الطائفية، التلاحم الوطني، دور رجال الدين، في الحقيقة هناك بعض الأوهام، دعني أقول للبعض أنه هناك فتاوى ضد الإنجليز. رجال الدين العراقيين والمراجع السيد كاظم اليزدي وحتى السيد الشيرازي الذي حدثت في عهده ثورة 20 لم يفتوا، كانوا يطالبون، وأنا نظرت إلى كل المراسلات والفتاوى، هناك فتوى تجيز الدفاع، ولكن هذه الفتوى هناك من يشكك بها لأنها غير مؤرخة وربما حصلت لاحقا بعد ثورة 20. هذا رأي على الوردي على الأقل أن هذه الفتوى حصلت في ثورة 20، والتي تسمح أو تجيز للناس أن يدافعوا عن أنفسهم إن أصر الإنجليز على هضم حقوقهم. المراجع تحلوا بمسؤولية، خصوصا السيد كاظم اليزدي. السيد كاظم اليزدي لم يرد للعراقيين أن يحملوا السلاح ضد بريطانيا. بريطانيا دولة قوية، وكثيرون كانوا يطرحون هذا الرأي أنه ليس في مصلحة العراق. نعم، الحركة الوطنية مطلوبة، المطالبة مطلوبة، مطالبة بالحقوق، مطالبة بالاستقلال، مطالبة بحكومة وطنية، كل هذا
مشروع ومطلوب، ولكن أنت تحمل السلاح أولاً عندما تضطر إلى ذلك اضطراراً، وعندما تشعر بأن هذا السلاح سيوصلك إلى الهدف. أما أنه عشائر لديها أسلحة بسيطة تقاوم دولة عظمى مثل بريطانيا، هذا أمر صعب، وما كان متوقعاً أن تتمكن هذه العشائر من أن تهزم بريطانيا. نعم، فالرميثة هزموا بريطانيا عدة مرات، ولكن في النتيجة أن الأمور بنتائجها، يعني في صح تمكنوا من إطلاق شعلان بوتشون الذي كان معتقلاً، وأيضاً تمكنوا في العارضية من إلحاق الهزيمة بالجيش البريطاني، وعندما ذهب الجيش البريطاني أيضاً إلى معركة إلى قرية آل بوحسان هناك أحرقوا القرية وتكبدت بريطانيا خسائر فادحة في رميثة، واضطر الجيش البريطاني أن يرتكب مجزرة رميثة، قتل فيها أطفال ونساء في أحد المنازل لأنه سراي الحكومة كان مطوقاً ولم يتمكن الجنود والضباط والأعضاء الحكومة رميثة من أن يحصلوا حتى على الطعام، لذلك اضطروا إلى أن يرتكبوا هذه المجزرة التي في أحد البيوت. ولكن في النتيجة يجب أن تحسب، أعتقد أن ضياع حقوق مجموعة من الناس، يعني نعود إلى الخاتمة وهي لماذا تستمر الثورة في العراق. الآن لدينا ثورة، قبل 100 سنة لدينا ثورة، والثورات استمرت، ثورة الأكراد، ثورة الانقلابات العسكرية، انتفاضة 91، يعني لم يستقر العراق، والسبب هو وجود ظلم لمجموعة من السكان أو لشريحة كبيرة من السكان. أنت لا تستطيع أن تحكم بلداً، أن يكون هناك استقرار في أي بلد إن لم يكن هناك عدالة. العدالة هي الأساس، والحقوق وحقوق الناس يجب أن تعطى، الرخاء، حكومة تعمل للصالح العام، أن تكون هناك قوانين، أن تكون هناك مؤسسات، هذه الأمور مهمة جداً لرسوخ الدولة في العصر الحديث. هذه المؤسسات للأسف لم تؤسس في العراق. في العهد الملكي كانت هناك محاولات، ولكن كانت بطيئة، ولأسباب كثيرة يمكن أن ندخل فيها في مجالات أخرى، بطء الإصلاحات، وهناك ظلم كبير وقع على شريحة الفلاحين في العهد الملكي وعلى شريحة الفقراء، وهي معظم الشعب العراقي 80-90% كانوا من الفقراء، وكل هؤلاء كانوا مسحوقين. لذلك كان هناك دائماً زعزعة للحكومة، زعزعة للدولة بسبب هضم حقوق جزء من المواطنين، وأحياناً جزء كبير، شريحة كبيرة من المواطنين. فالثورة حالة استثنائية، حدثت ثورة 20، هناك احتلال، هناك فظاظة، هناك عدم فهم، هناك وعود، نسينا الوعود، وعود بريطانيا جئنا محررين لا فاتحين، وعود وودرو ويلسون الرئيس الأمريكي بإعطاء العرب حقوقهم، أنهم نكثوا أيضا، هذه مهمة جدا يجب أن لأنهم نكثوا بوعودهم للعرب، يعني لماذا اصطف العرب مع البريطانيين؟ اصطفوا لأنهم وعدوا بدولة عربية، والبريطانيون نكثوا بوعودهم تجاه العرب، نكثوا بوعودهم التي أطلقوها في مؤتمر الصلح، وحاولوا أن يبقوا في العراق، أن يحكموا حكماً مباشراً. وهناك مثل ويلسون، مثلاً ويلسون ولايل وغيره، هؤلاء الحكام الذين حكموا العراق، هؤلاء كانوا يؤمنون برسالة الرجل الأبيض، مبدأ ميلتون، أنه بريطانيا عليها مسؤولية أخلاقية في العالم، أنها يجب أن تعلم الشعوب كيف تعيش، تعلم الشعوب الحضارة. طبعا إن كانت هناك حضارة، وبالتأكيد بريطانيا لديها حضارة، والكثير من الشعوب الأوروبية لديها تقدم في مجالات كثيرة، ولكن يجب أن تفهم طبيعة الشعوب الأخرى كي تتمكن من التأثير فيها. أما أن تأتي بطريقة فجأة
وبفظاظة وبعنف، فهذا غير مقبول، خصوصا عند العرب الذين تعودوا الكرامة مهمة عند العربي، يفقد حياته مستعد أن يخسر حياته من أجل كرامته، وهذا ما لم يفهمه البريطانيون. حتى مس بيل في إحدى رسائلها تقول يعني ما هذا التناقض الذي نراه عند العراقيين وعند العرب؟ ولكن هم لم يفهموا، مع العلم أنه مثلا مس بيل وغيرها درسوا العربية وكانت لديهم قدر من الثقافة، ولكن معظم الذين حكموا بريطانيا حكموا العراق من البريطانيين لم يكونوا، باستثناء بيرسي كوكس اللي جاء في البداية وثم نقل إلى طهران، ولكن مثلا ديلي، ليتشموند، ويلسون، لايل إلى آخره، كل هؤلاء مان لم يفهموا الثقافة العراقية، لم يتمكنوا من، وفي النهاية هم غير مؤثرين. السياسة البريطانية تصنع في لندن، وهؤلاء يقدمون تقاريرهم، ولكن في النهاية هم ينتظرون من الدولة البريطانية أن تقدم لهم الإرشادات كي يسيروا بموجبها. فهذا مختصر أن ثورة العشرين أسست للوطنية العراقية، أسست لمبدأ الاستقلال، مبدأ الدولة، وحدت الطوائف العراقية التي كانت متناحرة أو ربما متفرقة، وهذه من إنجازات الثورة، وجمعت الطبقات العراقية، ليس فقط الطوائف، الطبقات العراقية، طبقة المثقفين، طبقة شيوخ العشائر، طبقة التجار، طبقة الكسبة، كلهم توحدوا حول مبادئ وطنية عراقية تطالب بدولة عصرية، وهذا هو أهم إنجاز لثورة العشرين. ولكن يجب أن لا نهمل الأسباب الأخرى، ويجب أن نستفيد من الأخطاء التي ارتكبت، أنه أنت دائما تعمل بالممكن، يجب أن تعمل بالممكن، ولا تحاول أن، ولا ترى نفسك أنك عملاق تستطيع أن تحقق كل شيء، تحقق كل طموحاتك. هذه المثالية الموجودة عند العراقيين أعتقد تسبب مشكلة. يجب أن نؤمن أيضا بالحلول الوسط، أن نتوصل إلى حلول وسط كي نتمكن من أن نسير ونحقق ما نريد أن نحققه في المستقبل، لا أن نحقق كل شيء ونحصل على كل الحقوق مرة واحدة. أقول قولي هذا، وأشكركم على الاستماع، أشكر الجميع في الفيسبوك وفي الزوم. شكرا جزيلا. الحقيقة هذه يعني جزء مركز ومكثف من الحديث عن حدث كبير مثل ثورة العشرين في العراق، يعني مر بعجل عليها الدكتور حميد الكفائي، و يعني التقط النقاط الرئيسية اللي ركز عليها، وممكن أنه نغني بالحوار الموضوع بأسئلتكم وبحواركم. الآن الأسئلة يعني مفتوحة لحضراتكم على زوم، ممكن اللي يريد يسأل بالصوت يعني ممكن أنه يقدم سؤاله، إذا أحد عنده سؤال أنا أشوف حضراتكم اللي مشتركين على ويانا اللي داخلين على زوم، إذا أحد عنده تعليق أو سؤال أو يعني وجهة نظر يحب يقولها، بانتظار أسئلتكم. بس حبيت أنه أضيف شيء بانتظار أسئلتكم إلى ما قال الدكتور حميد الكفائي، وهو جانب أساسي ذكره المؤرخ العراقي الدكتور كمال مظهر، أنه بدءا من التسمية، ما زال هو دكتور كمال من المدرسة السوفيتية، يعني بدءا من التسمية أنه قسم سموها التمرد عشائري، قسم سموها انتفاضة، قسم سموها ثورة، قسم حتى أطلقوا البعض عليها بالتسميات الشعبية، سموها يعني دقة أو تمرد مثل دقة الغربية أو اللي كانت يعني معروفة.
لا هذا ظلم، ظلم للثورة، ثورة عالمة في كل أنحاء العراق، وكانت هناك أهداف مشتركة عند العراقيين جميعا. طيب هذه النقطة الثانية اللي أحب أنه يعني أصل الضوء عليها، اللي هي مسألة اشتراك كل العراق. يعني هذه النقطة ممكن أنه تم تسليط الضوء عليها أو يعني توسيعها بشكل كبير بعد حدوث الثورة أو بعد حدوث التمرد اللي كان حاصل، لأنه من أسباب المسببات الحدث الكبيرة كان جانب الاقتصادي، يعني اللي اتخذوا منهجية المادية التاريخية في تحليل الحدث أشاروا إلى الجانب الاقتصادي، وهو مسألة مهمة بدليل أنه قبائل حوض دجلة التي كانت كل الملاحة النهرية في دجلة، لأنه الفرات غير صالح للملاحة، والملاحة النهرية كانت تديرها شركات بريطانية على يعني على رأسها شركة بيتلانج، واستخدام الري كان يتم باستخدام المكائن المضخات يعني. فبالنتيجة قبائل دجلة لم تتأثر اقتصاديا من الاحتلال بقدر فائدتهم أيضا من الإنجليز، بينما عشائر الفرات هي التي تضررت أكثر. فلذلك عشائر دجلة لم تشترك بثورة العشرين، هذه النقطة الأولى. البصرة بأفنديتها وبعشائرها عندما فرض الانتداب، عندما جاء الملك فيصل الأول في بداية 21 قبل تتويج فئة، في كتاب اسمه جمهورية البصرة كان هنالك رأي عند البصريين بالاستقلال مثل الكويت مثل مشيخات الخليج، وكانوا يطالبون بالانتداب البريطاني لهم، ووقعوا على عريضة 39 وجيه من وجهاء البصرة وقعوا عليها قدموها للمندوب السامي في وقتها. من ضمن الأسباب اللي عرضوها لاستقلالهم أنه إحنا ما شاركنا بالتمرد ضدكم مثل بقية العشائر، فنحن نريد البريطانيين ونريد أن نكون تحت التاج البريطاني بشكل مستقل كدويلة أو إمارة أو جمهورية أو أي شيء. هذه النقطة الثانية، أنه البصرة لم تشارك، حوض دجلة لم يشترك. غير صحيح. الأكراد بس يعني أقول لك بعدين نسمع رأي حضرتك. الأكراد كان هنالك الشيخ محمود الحفيد البرزنتشي كان يسمي نفسه ملك كردستان في سليمانية، وكانوا ينتظرون يعني من الأجزاء اللي كانت بانتظار تفكك الدولة العثمانية وما ستؤول إليه نتائجها، لأنه كانوا ينتظرون الاستقلال. فبالنتيجة الأكراد أو يعني الحركة المحيطة بالشيخ محمود البرزنتشي لم تشترك في ثورة العشرين لاستقلال العراق، لأنها لم تكن جزءا من هذا التفكير، كانت تطالب الإنجليز بالاستقلال، وهذا ما أثبت في صك الانتداب. فشو تشوف حضرتك دكتور؟ ابتداء البصرة كانت هناك فيها ثورة، وكان هناك طالب النقيب، والطالب النقيب أيضا عارض البريطانيين وبقوة وبشراسة، وكان هو يطمح أن يكون ملكا طالب النقيب. الشيخ خزال الشيخ المحمر أيضا كان يريد أن يصبح ملكا على العراق. عشائر دجلة عشائر الفرات الأوسط، نعم هناك فرق بين الاثنين، والفرق هذا ليس اقتصاديا، نعم هناك استقرار اقتصادي. عشائر الدجلة عشائر مستقرة، عشائر الفرات سواء كان في الرمادي أو في السماء والدوانية كل هذه عشائر أتت حديثا إلى العراق من الجزيرة، يعني هي عشائر على حافة الصحراء، بعد البداوة عالية. البداوة عالية. يعني عالية جدا، المبادئ البدوية، هذا عشائر الفرات كلها على حافة الصحراء، بينما عشائر دجلة هي في مناطق يعني زراعية مستقرة، بساتين، مياه إلى آخره، كل عناصر الاستقرار متوفرة. في الفرات غير ذلك، خصوصا
يعني الفرات كان قبل إنشاء شط الحلة وسد الهندية أيضا كان يمر بمناطق مالحة، يعني السماوة يمر بها الفرات ما بها زراعة، ما في زراعة السماوة. يعني إلى أن أنشئت سدة الهندية وثم شط الحلة، ما يسمى بشط الحلة الذي يمتد من الحلة ويمر عبر الديوانية وينتهي في الرميثة. هذه المناطق أصبحت مناطق زراعية حديثا، يعني قبل يعني بنهاية القرن الثامن عشر، يعني صار 200 أو كم 300 سنة. لذلك هناك فرق بين نمط الحياة في دجلة ونمط الحياة في الفرات، هذا أحد الأنماط. بالتأكيد هناك من تضرر من الوجود الإنجليزي، الكثيرون فقدوا وظائفهم، الكثيرون يعني تغيرت، يعني اضطروا لأن يغيروا من نمط حياتهم، ولكن الاقتصاد تحسن حسب المعطيات وحسب الأرقام، أنه خصوصاً المواد الغذائية والمواد الأخرى المتاحة في الأسواق ارتفعت أسعارها بسبب زيادة الطلب، ولكن في الوقت نفسه ازدادت الضرائب. نعم. طبعاً الضرائب ازدادت بنسبة 3 أضعاف، ولكن الأسعار ازدادت. مثلاً طغار الحنطة، نعم، ارتفع سعره من 10 روبيات إلى 100. نعم. فالزيادة كبيرة جدا. لذلك هناك من استفاد، ولكن بالتأكيد استاء كثيرون من الضرائب التي ارتفعت. طبعا هم يتناسون، بعضهم يتناسى أنه هو دخله ازداد، أنت عندما يزداد دخلك أكيد تزداد الضرائب. حصل تضخم أيضا، يعني التضخم مسألة يعني لها أسبابها، يعني هناك زيادة بالطلب، هناك أموال طائلة، البريطانيين أنفقوا. وفيما يخص الملاحة النهرية أيضا هناك السكك الحديد التي عوضت كثيرا عن الملاحة النهرية. ففيما يخص الأكراد، نعم، الشيخ محمود الحفيد، أنا درست القضية الكردية باستفاضة قبل كم سنة، أيضا لم يكن يطالب بدولة، كان يطالب بحكم ذاتي، يعني إمارة، كان يسمي نفسه ملك كردستان. أعتقد هو في 2019 المطالب أنا طلعت عليها لم يكن بينها إقامة دولة. لاحقا في الثلاثينيات بعد الثورة 20، بعد تأسيس الدولة العراقية، كانت هناك مطالبات، وعند قيام جمهورية مهابات، بس كردستان ما اشتركت في الثورة. كان هناك عشائر كردية اشتركت في الثورة، وهي الثورة لم تكن في مرحلة واحدة في وقت واحد. يعني الرميثة هي بدأت في 30 حزيران، ولكن التفاعلات هي بدأت منذ عام 1917، كان هناك تفاعلات أدت وقادت إلى الثورة. نعم. وتجد تمرد هنا تمرد هناك، فكلها سميت ثورة 20. نعم. ولكن كان هناك تخطيط وارتباط بمرجعية الشيخ الشيرازي، وكان ابنه محمد الرضا مؤيداً تأييداً كبيراً ومتحمساً للثورة المسلحة. الشيخ الشيرازي لم يكن ولم يفتي بثورة مسلحة، وإنما أفتى بجواز الدفاع عن النفس في حالة إصرار الإنجليز. نعم. على هضم حقوق العراقيين. نعم. بعض الملاحظات أو الأسئلة دكتور، أو تنويهات يعني من الأساتذة، تحية من الهيئة الإدارية للمنتدى العراقي في بريطانيا من الأستاذ فوزية العلوتي، تحية خاصة للدكتور عبد الحميد الكفائي. أهلا وسهلا. الدكتور تحسين الشيخلي أشار بنقطة أنه هجمة 1922 كانت من الوهابيين اللي كانوا يعني متعودين أنه يغزون مناطق كربلاء والنجف. طبعا الأخوان لا نسميهم الوهابيين، الأخوان الوهابيون أوسع، هو الاسم مصطلح أوسع.
الاسم العلمي اللي هم اسمهم الأخوان، لا حركة، الأخوان حركة سياسية، حركة الأخوان في سبيل الله أو الأخوان في الله، مو حركة الأخوان المسلمين، لا لا مو الأخوان، الأخوان الأخوان اللي هم يعني جماعة فيصل الدويتش، واللي هم الجيش العقائدي اللي اعتمد عليه عبد العزيز آل سعود في يعني التوسع في نجد ومن ثم توحيد المملكة، وبالأخير انقضى عليهم سنة 28 29 قضى عليهم. نعم 28 تأسست حركة الأخوان المسلمين. اي 28 يعني مسألة ثانية، ولكن سنة 29 اصطدمت الدولة السعودية الحديثة بالأخوان، ولأنهم كانت لديهم أهداف واسعة وأرادوا سلطة وتوسيع سلطة، وكانوا أشداء مقاتلين بدو عقائديين، كانوا يعني نوع من المقاتلين اللي اعتمد عليهم الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود. ثورة العشرين، الأستاذ مؤيد مجيد يقول ثورة العشرين حدثت في وقت السيد آية الله محمد سعيد الحبوبي الذي استشهد في الناصرية. يعني ما أعرف هو سؤال أو تنويه، فإذا عندك فشي. لا هو شوف المراجع، إحنا نتحدث عن المراجع، محمد سعيد الحبوبي بالتأكيد أحد أهم الشخصيات الدينية في العراق. المرجع في زمن الاحتلال البريطاني هو السيد كاظم اليزدي. نعم ذاك المرجع الأعلى. المرجع الأعلى هو المهم، هو عندك مرجع واحد، مرجع العليا. الشيخ الشيرازي عندما جاء هو كان في في هو كان في سمراء، وفي كاظم اليزدي توفى سنة 20، لا مو سنة 20، توفى سنة 19. نعم الشيرازي كان يقيم في سمراء وانتقل سنة 1918 انتقل إلى كربلاء، لأنه السيد كاظم اليزدي موجود في النجف وهو المرجع الأعلى، لم يرد أن ينافسه. محمد سعيد الحبوبي قتل يعني أصيب بالحرب العالمية الأولى وتوفى قبل ثورة العشرين. نعم. لم يعاصر ثورة العشرين محمد سعيد الحبوبي. نعم. ولم يكن مرجعا أعلى. لا لم يكن مرجعا أعلى، كان أديبا وكان كان أحد المراجع، كان فقيها لكنه لم يكن مرجعا أعلى. لا. الأستاذ مالك حمزة يسأل لماذا لم يتم جلب ملك من السعودية، لماذا تم جلب ملك من السعودية وليس ملك عراقي؟ هذه إحدى المشاكل التي واجهت الدولة العراقية. أول ابتداء أن يجب أن نحكم على الأشياء بمنطقنا الحالي. نعم. يعني في تلك الفترة العرب بمنطقة التاريخ لا أحد يشعر بفرق بينه. بالحقيقة من القضايا المحيرة أنه الملك فيصل كان في سوريا مثلا، كان يؤيد الثورة، يمول ويقول للثوار لا تقولوا للإنجليز لا تخربون علاقتي بالإنجليز. يعني مثلا جميل المبعي وعلي جودة الأيوبي يعني قادة ثورة في دير الزور وبعدين إلى تل عفر، هذه واحدة من يعني الحركات التي نجحت يعني وتراجع فيها الإنجليز بالحقيقة، وشجعت العشائر حتى في الجنوب على أن تقدم بأن بريطانيا ضعيفة، وإلا كيف يتمكن العرب مثلا من حكم دير الزور، وأن تنطلق حملة من سوريا إلى تل عفر وتسيطر على تل عفر وتقتل البريطانيين هناك وتهزمهم. يعني موقف الثوار هم ضد البريطانيين، ضد الاحتلال البريطاني، ويريدون أن يأتوا بأحد حلفاء بريطانيا. يعني فيصل هو حليف لبريطانيا، عبد الله أخو فيصل هو أيضا حليف لبريطانيا، وأكثر دعوات في العراق كانت تطالب بأن يكون عبد الله هو الملك وليس فيصل، باعتبار فيصل كان ملك على سوريا. نعم هو كان الاتفاق أن يكون ملك عبد الله. نعم. هو ملك العراق. أي أعتقد المشكلة أنه العراقيون هم الذين لسبب أو لآخر هم ارتأوا أن يأتوا بشخص يجمع عليه العراقيون. فعائلة الشريف، عائلة شريف حسين، نعم هم أشراف يتمتعون بالنسب النبوي، وهم سنة
ولكنهم سادة فيرضون السنة والشيعة، وحتى الأكراد لا يمانعون باعتبار أنه الكثير من القبائل الكردية هي أيضا تنتمي إلى النسب النبوية يعني البارزانية والطالبانية والبرزنجية، هذه يدعون أنهم أيضا سادة يعني أصولهم عربية. لذلك أعتقد هو هذا السبب الرئيسي، ولكن أعتقد أنه هذه مشكلة كبيرة لأنه لم يكن هناك في العراق من الشخصيات المقبولة من الجميع بحيث أنه يكون هناك ملك عراقي أو تكون هناك حكومة، ليس بالضرورة ملكية، لكن البريطانيين أرادوا أن يستنسخوا نظامهم الملكي في العراق. أستاذ سمير إذا عندك سؤال. نعم بلي تسمعني، شكرا جزيلا عزيزي أستاذ صادق. مسموع تفضل أستاذ سمير. شكرا جزيلا، تحياتي لك ولضيفك الكريم دكتور حميد، وجزء الشكر الجزيل لتنظيم هيك أمسية مهمة وقيمة في هذا الوقت المحاضر. الدكتور حميد أشار في نهاية محاضرته تقريبا إلى ارتباط ثورة 20 بثورتنا الحالية، وأكد صائبا أنه ما طول أكو ظلم وأكو اضطهاد وأكو حرمان تتواجد الثورة. كنت أتمنى على الدكتور حميد أن شوية يركز لنا على هاي القضية، خصوصا ويا هبة شعبنا الأخيرة، ثورة شعبنا الأخيرة اللي قدم بها أكثر من 700 شاب ضحية شهيد، وأكثر من 20 إلى 25 ألف مصاب عدا المغيبين بهذا الجانب. جزيل الشكر لهذه الأمسية وللمؤسسة أيضا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، تفضل. وشكر للأستاذ سمير طبلة. ما تفضل به صحيح، أنه الثورة الحالية ثورة تشرين تذكرنا بثورة 20 من حيث التلاحم واجتماع العراقيين على هدف معين. نعم لا يوجد احتلال حاليا، وبالرغم من أن هناك من يقول أن هناك احتلالا إيرانيا أو أن هناك نفوذا إيرانيا وأن هناك نفوذا أمريكيا، ولكن احتلال بالمعنى المعروف غير موجود. ولكن هناك تشابه كبير من حيث الأهداف ومن حيث التلاحم العراقي. الثورة تشرين شارك بها جميع العراقيين من عرب وكرد وسنة وشيعة، كل شرائح المجتمع العراقي، وهي متطورة طبعا على ثورة 20، لأن هناك وضوح شباب تشرين متعلمون مثقفون لديهم أهداف ولديهم وضوح يثيرون الإعجاب في الحقيقة. يختلفون طبعا، متطورة على ثورة 20، ثورة تشرين متطورة كثيرا، لأن الذي يقودها هو الشباب، بينما ثورة 20 الذي قادها هو ليسوا الشباب، وإنما يعني الشباب بالتأكيد شاركوا، ولكن القيادات كانت قيادات كبيرة في السن، يعني من نور الياسري وهادي المقوطر وعلوان الياسري، يعني كلهم كبار في السن والآخرين من يعني من رجال الدين والمثقفين والمتعلمين. ثورة تشرين هي أعطت أمل للعراقيين بأن هناك شعب مستعد لأن يضحي من أجل الدولة العصرية، يريدون دولة عصرية، دولة فيها قانون ومؤسسات، دولة تتمتع بعلاقات مع العالم، دولة تكون فيها آخر التطورات موجودة، ودولة تخدم الناس جميعا، لا دولة تفضل هذا على ذاك، ينخر فيها الفساد ويقودها أشباه أميين وفيها جماعات مسلحة إجرامية، هذه الدولة لا يريدها العراقيون. لذلك ثورة تشرين الأمل أن تكون ثورة تشرين هي آخر الثورات، بحيث أنها تنجح وتؤسس لدولة. لا نريد للثورة أن تستمر، الثورة حالة استثنائية، يجب أن نتخلص من قضية عدم الاستقرار، وحتى وأن لم نتمكن من أن نحقق كل أهدافنا مرة واحدة بإمكاننا أن نحققها على مراحل، وأتمنى أن ننتهي ونخرج من أزمة كورونا كي نتمكن من بناء هذه الدولة المعذبة غير المستقرة منذ 100 عام. والأمل كبير
والأمل معقود على ثوار تشرين هؤلاء الشباب أن يسيروا بالعراق بهذا الاتجاه، اتجاه الدولة العصرية، دولة القانون، دولة المؤسسات، دولة الخدمات. شكرا جزيلا. ملاحظة أخرى من الأستاذ أميل كوهين، يقول أنه من نجاح ثورة العشرين أو من نتائج الثورة هي أنها أمنت أن بريطانيا لا تحكم العراق بشكل مباشر وانتهت بالانتداب ثم الاستقلال. يعني كان هنالك تعليقا على كلام أستاذ أميل، كان هنالك الحقيقة صراع بين مدرستين بريطانيتين، مدرسة الهند ومدرسة صحيح. القاهرة صحيح. مدرسة الهند كانت ترى يعني الوضع في العراق يجب أن يتم بإدارة مباشرة صحيح. إدارة عسكرية مثل الوضع بالهند اللي بنائب الملك الحاكم للهند. ومدرسة القاهرة كانت من أيام مكمهون كانت ترى لا، أنه يجب أن تكون هنالك حكومات وطنية ترتبط بمعاهدات مع بريطانيا. نعم. فبنتيجة ثورة العشرين انتصار الرأي الثاني. يعني هذا ما تعليقك على الموضوع؟ بالتأكيد. يعني تحية للأستاذ أميل كوهين، وفي الحقيقة ما زال الأخ أميل اتصل. يعني أنا قرأت قصة أنه أحد الشبان العراقيين اليهود كان يعمل مع البريطانيين، وذكرها أحد الكتاب البريطانيين نسيت اسمه، يقول أنه هذا اليهودي الشاب اليهودي قال للبريطانيين، قال لهم أنا عربي، أنا عراقي عربي ووطني، وأنا أيضا ضد الاحتلال البريطاني. صح أنا أعمل معكم مثل ما يعمل الكثير من المسلمين والآخرين، ولكن يجب أن تعلموا. يعني هذا كاتب بريطاني مدون هذا، وهو أحد القادة مدون هذا، لأنه يعني هذا يتكلم معهم. يعني لم يكن الكلام يهدف إلى إرضاء الناس أو إرضاء آخرين، يقول للبريطانيين أنا عربي عراقي وطني. فاليهود لعبوا دورا بالحقيقة. أنا يعني علمت أنه عدد اليهود كان كبيرا جدا في العراق، حتى أنه عدد المندوبين اليهود عندما قرر ثوار ثورة العشرين أن ينتخبوا مندوبين، أن مندوبي اليهود، مندوبو اليهود كانوا 15، مندوبو المسيحيين كانوا 10، مندوبي السنة 20 و20، ومندوبو الشيعة 25 على ما أظن، ومندوبو الأكراد. فعدد اليهود كان كبيرا في تلك الفترة، وبالتأكيد لساسون حسقيل دور كبير في تأسيس الاقتصاد العراقي وتدبير شؤون المالية العراقية. نعم. الأستاذ حسن الجنابي إذا تسمعني، دكتور حسن تسمعني؟ نعم أنا أسمع. تفضل دكتور. مرحبا، شكرا جزيلا، شكرا شكرا حسنا دكتور أبو علا على هاي المحاضرة. يعني ملاحظة بالفترة الأخيرة احنا صرنا أكثر ارتياحا بتناول تاريخنا الحديث، وإن كانت 100 سنة يعني ليس بالفترة قليلة. صحيح احنا بلد عتيق، ولكن 100 سنة أيضا فترة طويلة جدا. فالآن هذه العودة لمناقشة الأحداث التاريخية بهذه الأريحية والانفتاح مسألة لافتة ومهمة. يعني لاحظنا مراجعات، كل سنة نلاحظ مراجعات عديدة مختلفة لثورة تموز على سبيل المثال. أنا يمكن ما تشوفوني، ما أعرف. أي. لا أوكي ماشي دكتور. أنا أسمعك ولا أراك. لكن ابتداء أنا أشكرك على المتابعة سعادة السفير حسن جنازي. شكرا عزيزي. ولكن هذه يعني النخبة والمثقفين المؤرخين المفكرين اللي يصنعون يعني هذا الرأي العام بالعراق، بالرغم من تناولهم هذا العميق الآن لأحداث التاريخ المعاصر، احنا لحد هذه اللحظة ما عندنا يوم وطني بالعراق. نعم. شايف؟ يعني احنا 30 حزيران انطلاق ثورة العشرين، وبعدين عندنا تواريخ يعني مهمة بتاريخنا الحديث،
والآن إحنا نلغي يعني هاي القوى السياسية يعني هناك إلغاء لتاريخنا. وأنا كشخص الآن يعمل بالدبلوماسية العراقية أحضر الأيام الوطنية للسفارات الأخرى، ولكني أشعر بعدم الارتياح كثيرا، لأنه ماكو يوم وطني عراقي أنا أدعو زملائي السفراء للاحتفاء به. دكتور أنا بعد 2003 لم يقر اليوم الوطني، لأن قبله كان موجود. نعم، بس كان أيضا متغير، كان متغير يعني 17 تموز ليس يوما وطنيا مع التغيرات السياسية. أي يعني هذه ليست أيام وطنية، الشعوب تتغير الأنظمة والحكومات، لكن الأيام الوطنية هي اللي توحدنا، هي اللي تخلينا. صحيح. يعني شنو تفسير يعني هذا الوضع، ومتى تتفق هذه النخبة على رأي موحد، على تاريخ موحد ويؤثر يعني على المجتمع، على الدولة وعلى السياسيين، حتى يصير عندنا يوم وطني؟ نعم، شكرا جزيلا دكتور على هذه المداخلة. دكتور حسن، تفضل. دكتور حميد، إذا عندك. بالحقيقة نقطة في غاية الأهمية، هي ليست فقط اليوم الوطني، يعني علم العراق ما يزال طبعا، يعني هذا العلم الحالي عليها هو علم جمهورية مصر، يعني الجمهورية العربية المتحدة. نعم. يعني احنا اخذنا علم مصر. نعم. حطينا كان بنجمتين، حطوا للجماعة ثلاث نجمات. يعني هذا العراق بلد الفن والأدب، زين، بلد القوانين، بلد الثقافة. ما معقولة أنه علمنا مؤقت، هو نفس علم العلم السابق، وكل نظام يجي يغير العلم. زين، اليوم الوطني سبب، يعني جوابي على الدكتور الصديق حسن جنابي. نعم. عدم وجود يوم وطني هو هذا الانقسام الهائل بين العراقيين والهويات الفرعية التي طغت على الهوية الوطنية، بدلا من أن تكون هويتنا عراقية أصبحت هويات فرعية. ولا نريد أن نسرد هذه الهويات التي لها أول وليس لها آخر. نحتاج إلى يوم يجتمع عليه الجميع، ويوم يكون فعلا يعتز به كل عراقي. بالضبط. يعتز به المسلم والمسيحي والعربي والكردي والتركماني والجميع والصابئي، كل يجب أن يعتزوا بهذا اليوم ويشعرون أنه يمثلهم. مثل هذا اليوم سنصل إلى ما تسود الهوية العراقية. هو قال النخبة، هي لو كانت بيد النخبة لكانت النخبة قد اتفقت على يوم معين، ولكن المشكلة هي بيد السياسيين، والسياسيون لا يتفقون. هاي المشكلة، التناحر والتنافس. طيب. قائم، ولا ندري متى، يعني فعلا شيء محرج بالنسبة للعراقي، لا يوجد يوم وطني، هذا شيء محرج حقا. يعني أستاذ أميل عنده تعليق أيضا عن اليهود ودور اليهود في ثورة 20، تفضل أستاذ أميل. بس المايك مال أستاذ أميل. أستاذ أميل ماذا تسمعني؟ المايك إلك، بس افتحه من عندك. أوكي، يلا تفضل. أردت أقول أنه اليهود بالذات ما ساهموا بصورة فعلية وبصورة عملية في ثورة 20، لأنه لا ينتمون إلى قبائل، وهذا الموضوع خارج عنهم من ناحية. لكن الشيء اللي يثير الاهتمام أنه من الإنجليز رادوا يعدمون الرؤساء من ثورة 20 بعد فشل الثورة. والجماعات اللي واليهود، أكو جماعات يهود بيت خلاص، شيء أكيد تعرفهم أستاذ صادق. نعم، بيت خلاص بتنام. أنه توسطوا هم بين القبائل وبين الإنجليز، دولة من الديوانية توصلوا بين القبائل بين الإنجليز، ويعني سهلوها الأمور. نعم، هذه المساهمة الوحيدة اللي أعرفها عنهم. شكرا جزيلا. وأيضا عندنا دكتور حميد، عندنا ممكن ملاحظة على أساس أن نقول الملاحظة. نعم. بس
اتفضل حضرتك بعدين ناخذ ملاحظة او سؤال استاذ مالك حمزة. نعم. المساهمة استاذ أميل، المساهمة في ثورة العشرين لا ليست بالضرورة ان تكون مساهمة مسلحة، يعني هناك مساهمات ثقافية، هناك تعاطف، هناك تسهيلات، هناك منشورات، وبالتأكيد كل عراقي ساهم، كل مو كل عراقي، العراقيون من مختلف الطوائف ساهموا، وأنا مطمئن بأن اليهود ساهموا. ليس بالضرورة، بالمناسبة ثورة العشرين لم تكن ثورة عشائرية، أهل المدن ورجال الدين والمثقفون كلهم تفاعلوا وساهموا في ثورة العشرين، كل حسب اهتمامه وقدرته ومجال عمله. نعم. أستاذ مالك حمزة يقول أنه أعتقد أن الجانب الديني لعب دور في الثورة حيث أن الإنجليز كانوا من المسيحيين. هذا جانب مهم، صحيح أنه لعب دورا، ولكن وقد تستغرب أنه يعني لأنه هو الحقيقة مقسم سؤاله إلى جزئين، أنا مش في الجزاء عذرا دكتور، يقول لي أنه الظلم كان في فترة الحكم العثماني لكن لم تحدث ثورات، بينما احتمال يعني يعزيها إلى سبب الديني فحدث الثورة. وهو الدين لم يكن عاملا مهما في زمن الدولة العثمانية، ولكن كانت هناك تمردات والعرب ثاروا، ومع العلم أنهم مسلمون لكنهم ثاروا على الدولة العثمانية وأرادوا الاستقلال وأرادوا دولة خاصة بهم. العامل الديني وحد، يعني هناك تعرف أنت هناك قضايا تربط الناس مع بعض، مثلا العلمانيون أو الأفندية كما كانوا يسمون سابقا تفاعلوا مع رجال الدين ومع المتدينين من أجل هدف واحد، لم يغيروا من نهجهم في الحياة، لم يصبحوا متدينين أو إسلاميين، وإنما تفاعلوا مع الآخرين وكانوا يجتمعون في المساجد وفي التكايا وفي الكثير من الأماكن. نعم، قضية الدين وكون بريطانيا بلد محتل وكونهم من ديانة أخرى كانت مهمة لبعض الناس ولكن ليس للأكثرية. نعم. إذا أكو أسئلة أخرى تحبون تطرحوها متابعينا الأعزاء، لأنه أيضا من تعليقات أستاذ مالك، لأنه طارح مجموعة ملاحظات، أنه يقول لاحظت أنه لم يتم التطرق إلى دور الأدب في ثورة العشرين. أدب؟ نعم، يعني نعم. ما حكيت عنه حضرتك، اللي هو شعراء ثورة العشرين. نعم أدب. نعم، هذا الأدب كان مهما جدا، وهناك قصص لها أول وليس لها آخر في قضايا الأدب، حتى أنه في أحد القصص مثلا أحد الموظفين في الإدارة الإنجليزية ألقى قصيدة حماسية ضد الإنجليز وفصل من الوظيفة. الزهاوي مثلا وشعراء كثيرون ألقوا قصائد في هذا المجال، أنا لا أحفظ الشعر العمودي ولكن هناك عشرات القصائد التي اطلعت عليها، وهذه القصائد وفي الحقيقة تطرق الكتاب الإنجليز لمسألة الشعر وكيف أن الإنسان العربي يهتز ويتغير ويتأجج حماسه نتيجة للشعر، وقالوا أنه هذا الكائن العربي، ما هي المشكلة، ما الذي يجعله يعني يتفاعل مع الشعر؟ وفعلا القصائد الحماسية ألهبت مشاعر الكثيرين، وكثيرون انضموا للثورة وتأثروا بالثورة وتفاعلوا مع الثورة بسبب القصائد وبسبب الأدب. نعم، بالإضافة إلى ذلك دكتور، يمكن وحضرتك أشارت بالبداية المحاضرة إلى هذه المسألة، وهي لها علاقة بمسألة القصائد الحماسية وال المناسبات الدينية التي يعني الطقوس الدينية اللي دخلت على الترويج للثورة، وهذه كانت المرة الأولى اللي يتم بها التمازج، يعني شيوخ أو رجال دين شيعة كانوا يلقون قصائد أو يلقون الخطب الحماسية جامع الحيدر خانة للسنة
وأيضا مثل الراديو سنة في ال يعني في في الكاظمية أيضا كان هنالك بعض خطباء بل أكثر من هذا كانوا النجف. يقيمون يقيمون مناسبات مشتركة مولد النبوي وقضية الحسين، يعني دائما في مسجد واحد، في مسجد سني ومسجد شيعي، هناك تطرح مسائل وقضايا ومناسبات سنية مع شيعية في نفس اليوم في نفس اللحظة في نفس المكان، ويجتمع السنة والشيعة، وهذه أقلقت الإنجليز كثيرا، لأنه هذا التلاحم هم كانوا يعرفون جيدا أنه هذا تلاحم هناك هدف واحد من 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 قصائد أو من شعراء أو الأدباء 23 معروفين أيضا كانوا من السنة والشيعة، الأخرس عبد الغفار الأخرس و حمد مهدي البصير، حمد مهدي البصير وآخرون يعني وكو كثير. كتاب مهم لأظن لعلي الخاقاني عن شاعرات ثورة العشرين، صحيح صحيح، كان هناك نساء اللي يعني يقولن الشعر أو الهوسات لتحميس العشائر أو رفع حماستهم. إذا أكو أسئلة أو ملاحظات لحضراتكم، ما مدى أشوف أسئلة أو ملاحظات من الفيسبوك؟ الأستاذ سمير ما عنده من الفيسبوك عنده بعض الملاحظات، يعني تحية من الدكتور عبد الحميد الصاح الصديق، تحية لحضرتك وتحية للمؤسسة، شكرا جزيلا. كذلك ملاحظة من الدكتور حيدر كشف الغطا، يقول كل ثورة لا تصل إلى سدة الحكم هي ثورة فاشلة، كيف تعلق أو تحلل هذه المسألة؟ هو أنا أعتقد لا توجد ثورة فاشلة، يعني الثورة هي تحدث تغييرا، هذا التغيير قد يكون لا توصل أشخاصا محددين إلى السلطة. نعم. هناك من يعتقد أنه الثورة يجب أن توصل فلان الذي قام بها، لا، ممكن هذا الشخص يقتل، والكثير من الثورات قتل قادتها قبل أن يصلوا إلى السلطة، ولكن المهم أن الثورة تحدث تغييرا، والتغيير قد حصل، الاستقلال حصل والدولة أقيمت، وكل ما سعى إليه قادة ثورة العشرين والذين ساهموا في تأجيج الثورة قد تحقق لاحقا، ليس بالضرورة أن يتحقق مباشرة في نفس السنة وفي لا، ولكن تأسست الدولة بعد عام، بعد عام على ثورة العشرين، 23 آب 1921 تأسست الدولة العراقية وتوجد الملك فيصل ملكاً على العراق، وأعتقد هذا اليوم مهم بالنسبة للعراق، ويجب في رأيي على الأقل أن يتخذ كيوم وطني باعتبار أنه أسس العراق الحديث في يوم 23 آب 1921. نعم، هذه كانت من نتائج فعلا دكتور حيدر، إذا بعدك تابعنا دكتور حيدر كشرطة، الانتفاضة أو الثورة اللي حصلت قادت إلى تغيير في نمط تفكير الإدارة البريطانية في تعاطيها مع الملف العراقي، لأنه أيضا يمكن دكتور حميد ما عرج عليه لضيق الوقت، كان هنالك بعض المتشددين اللي كانوا يتذمرون من التمردات العشائرية، لأنها لم تكن هذا أول تمرد، كان هنالك قتال وتمردات سابقة، من ضمنها الحدث الأبرز كانت ثورة النجف 1918، فبعض الإداريين البريطانيين ارتأوا أن يجلبوا ما يقارب 1,000,000 مزارع هندي وإسكانهم، نقلهم يعني وإسكانهم في حوض الفرات لاستثماره في الزراعة وما إلى ذلك. بهذا كان رأي مدرسة الهند بالإدارة المباشرة، أنه نجيب مزارعين هنود ونسكنهم ويديرون العراق بشكل مباشر، لكن هذا الملف طوي، و الناس المؤثرين في مدرسة القاهرة مثل المسبل اللي تحركوا على جلب ملك عربي وتتويجه في آب 21 بعد مرور سنة. إذا أكو أيضا ملاحظات، أو طبعا تحايا من الدكتور أياد الفلاحي، يقول شكرا جزيلا للدكتور حميد الكفاعي على هذه المحاضرة القيمة. الأستاذ مالك حمزة أيضا يعني أضاف مسألة أخرى، أنه للشاعر
حمد مهدي الجواهري كان له قصيدة في هذا المجال، ولو أنه كان شابا يعني صغيرا في ثورة العشرين، يعني هو مواليد 1900 أو 1899، فكان يعتبر من الشعراء الشباب. أول قصيدة للجواهري كانت عام 1919، نعم، قبل ثورة العشرين. نعم. فيما يخص الثورات الأخرى، أنت قلت ثورة النجف 1918. نعم. الإنجليز قمعوا الثورة، وكانوا يتوقعون أن أهل النجف لن يثوروا بعد هزيمتهم في عام 1918. هناك متشددون في الإدارة البريطانية، مثلا هناك دعوة لأن يكون بيرسي كوكس ملكا على العراق. هناك من يدعو يعني له. مثل نائب الملك في الهند، يريدون مثلا بيرسي كوكس أن يؤسس حكومة. فهناك دعوات كثيرة في تلك الفترة، ولكن الوعود التي قدمتها الحكومة البريطانية عند الاحتلال، جئنا محررين لا فاتحين وأردنا تحريركم من الاستعمار العثماني، وكذلك الوعود التي أطلقها الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، والتصريح الفرنسي البريطاني بإعطاء العرب والبلدان التي كانت خاضعة للدولة العثمانية حقوقها، تقرير المصير، ومؤتمر سان ريمو، كل هذه أعطت حقوق للشعوب وليس فقط للعراق. وأعتقد أن هذه القضايا، هذه الوعود هي سبب رئيسي، نعم، من الأسباب الرئيسية التي دفعت العراقيين إلى المطالبة بحقوقهم. أنتم جئتم وقلتم نحن نريد أن نؤسس لدولة عراقية ونعطي الشعب العراقي حقه وحق تقرير مصيره، أين هي وعودكم؟ طبعا البريطانيون لم يكونوا يقولوا نحن لا نريد أن نعطيكم حقوقنا، سوف نعطي حقوقكم ولكن ليس الآن، الآن أنتم غير قادرين على أن تحكموا أنفسكم. طبعا هذه الفجاجة غير محبذة وغير مقبولة، لم يقبلها العراقي، تقول له أنت غير جاهز. كيف أنا غير جاهز؟ أنت بإمكانك أن ترعى دولة، ترعى قيام دولة، وكان هذا ممكنا أن ترعى بريطانيا قيام دولة حقيقية، لكنها للأسف فشلت في ذلك وأقامت دولة عرجاء، نعم فيها الكثير من المزايا والصفات، ولكن الدولة لم تكن راسخة، بقيت العشائر قوية، بقي الاقتصاد هشاً، بقيت السياسة والانتخابات لم تقنع الناس، نعم، كانت تزور حتى آخر انتخابات قبل ثورة تموز 1958 كانت مزورة، وفاز عن الكاظمية شخص مسيحي، الكاظمية ليس فيها مسيحي واحد، نعم. فالدولة لم تكن دولة قوية التي قامها البريطانيون، لأنها كانت هزيلة منذ البداية للأسف. نعم، وهذا يمكن يقودنا إلى سؤال، أعتقد هو السؤال الأخير أو الملاحظة الأخيرة من الدكتور محمد الموسوي، يقول تحية للدكتور حميد الكفائي، هنالك من يقول إن العراق لا زال يراوح في نفس المكان بعد 100 عام، إن لم يتمكن السير على السير على طريق التقدم، وهو ما شك. لا، أنا أختلف معه، العراق يعني مر بهذا المخاض الطويل العسير، وهناك الآن هوية وطنية عراقية، هناك دولة عراقية، هناك حدود معترف بها، هناك نعم للأسف الدولة العراقية اهتزت بعد مجيء نظام صدام حسين وشنه الحروب على الجميع، على العالم، على الكويت، على إيران، على، وبعد عام 2003 أيضا اهتزت الدولة بسبب هذه المجاميع المسلحة، بسبب الجماعات السياسية غير هي تسمي نفسها جماعة سياسية وهي غير سياسية، لم يكن هناك مسعى لإقامة دولة راسخة منذ 2003 حتى هذه اللحظة. للأسف هناك تدهور، والتدهور حصل تدهور يعني مخيف الحالي، التدهور الحالي ووجود جماعات غير منضبطة، جماعات مسلحة مرتبطة بدول أخرى، هذه مشكلة كبيرة وتهدد كيان الدولة العراقية، ولذلك يخشى كثيرون على العراق بسبب هذا الوضع. ولكن بالتأكيد العراق حقق الكثير من الإنجازات، نعم هناك تراجعات، ولكن الهوية العراقية موجودة، والشعب العراقي شباب تشرين أعطونا الأمل، والعراقيون معظم العراقيين الآن يؤمنون بدولة عراقية عصرية ديمقراطية. نعم،
تحايا ومن العديد من الأصدقاء واللي متابعينا، الدكتورة ندى الرماحي، الدكتور تحسين الشيخلي. تحية للدكتورة تحسين وتحية للدكتورة ندى الرماحي، الأستاذ سمير الصميدعي، وشكرا لسعادة السفير سمير على متابعتي. الكثير من المتابعين شكرا جزيلا. الحقيقة هذه إطلالة أو تلويحة أو استذكار على مرور حدث مهم جدا في تاريخ العراق المعاصر، الحديث والمعاصر. اتفقنا مع حدث أو اختلفنا معه، قيمناه بشكل إيجابي أو قيمناه بشكل سلبي، هو حدث كبير، حدث مركزي فيما آلت إليه وضع الدولة في العراق بعد ذلك. التحية الكبيرة والخاصة لضيفنا الأستاذ الدكتور حميد الكفائي على هذه الرحلة الممتعة مع الأحداث والشخصيات والتحليلات. الشكر موصول لحضراتكم على متابعتكم لنا على منصة زوم وعلى فيسبوك. نقول لكم ابقوا سالمين، وإن شاء الله تزول هذه الغمة وهذا التباعد ونعود إلى أماسينا في مؤسسة الحوار الإنساني في بيت السلام، ونلتقيكم بأمان وسلام. وشكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لكم، شكرا لدار السلام، لبيت السلام. شكرا جزيلا دكتور، شكرا جزيلا. صادق ما علقت على الأسبوع القادم.